نبدأ مع أول تمرين. نبدأ مع أول تمرين. نبدأ بتمارين الإعداد والحساب. ليكن العددان A و B. اكتب العدد A على الشكل A جذر 2. إذن A جذر 98، 3 زائد جذر 32 ناقص جذر 128 ناقص جذر 28. نكتب A على الشكل A جذر 2. جذر 98، 98 هو 2 في 7 في 7، معناتها 7 أس 2 في 2. الجذر هو جذر 7 أس 2. جذر 7 أس 2 جذر 2 هو 7 جذر 2. هذه بالنسبة لجذر 98. إذا جذر 98 أعوضه ب 7 جذر 2. جذر 32، 32 هو 2 في 16، 4 أس 2 في 2. جذر 32 جذر هذا في جذر هذا 4 جذر 2. إذا كذلك جذر 32 أعوضه ب 4 جذر 2. 128 هو 2 في 64، 8 أس 2 في 2. الجذر هو 8 أس 2 في جذر 2 ويساوي 8 جذر 2. كذلك جذر 128 أعوضه ب 8 جذر 2. عندي العبارة A تساوي جذر 98. جذر 98 هو 7 جذر 2. إذا جذر 98 هو 7 جذر 2. جذر 32، 4 جذر 2 في 3، و 128، 8 جذر 2. أعوض كل مقدار بما يساويه. نحسب حسابات. نحسب حسابات. الآن هناك جذر 2 عامل مشترك. جذر 2 هنا، جذر 2 هنا، جذر 2 هنا. عندما نخرج جذر 2 عامل مشترك تبقى 7، 3 في 4 ناقص 8، 7 وال 12 ناقص 8. نحسب الحسابات. نحسب الحسابات. 12 ناقص 8 4، وال 7 ال 4 وال 7 11. إذن الآ يساوي 11 جذر 2. كتبنا 11 جذر 2 و 11 عدد طبيعي. بسط العدد بي. العدد بي هو مجموع كسر وجداء كسرين. الأولوية للضرب، البسط في البسط والمقام في المقام، ثم نوحد المقامات. عندي بي 3 على 2، 5 على 4، 2 على 3. 3 على 2، 5 على 4، 2 على 3. الأولوية للضرب، نوضح الأولوية للضرب. الأولوية للضرب نضع أقواس هنا، البسط في البسط والمقام في المقام، ونحتفظ بالمقدار هذا. المقدار هذا نفسه 3 على 2 نفسه، 10 على 12، 10 على 12. الآن المقام المشترك هو 12، نضرب البسط والمقام في 6، هذه 6 تصبح 18 على 12 و10 على 12.
لهما نفس المقام 28 على 12، نقسم على 4 7 على 3، إذا ب تساوي 7 على 3، كسر غير قابل للاختزال. إذا كلمة بسط العدد ب معناه قدمه على شكل كسر غير قابل للاختزال. ثم بين أن أ مربع على 3 و 3 ناقص 3 ب تساوي ثلث. طبعا سنستفيد من الحسابات السابقة، أ مربع لا نمسك هذا العدد وأربعه، و 3 ب لا أمسك هذا العدد ثم أضربه في 3، ستكون الحسابات طويلة. نستفيد من الأجوبة السابقة، أعوض أ بما وجدته و ب بما وجدته. فماذا يصبح؟ أ مربع على 33 أ مربع على 33 ناقص 3 ب ناقص 3 ب. الأ كم يساوي؟ الأ كم يساوي؟ منذ قليل وجدناها 11 جذر 2، 11 جذر 2 أس 2 على 33 ناقص 3 في ب، الب هو 7 على 3. الآن نحن هنا، نحن هنا نحسب الحسابات 11 جذر 2 أس 2 ماذا تساوي؟ تساوي 11 في 11 في 2، لأن الاثنان هذه تخص الإحدى عشر وتخص جذر اثنان. الإحدى عشر في إحدى عشر مرتين، وجذر اثنان في جذر اثنان تساوي اثنان. لماذا؟ لأن 33 هي 11 في 3، وهناك اختزال، نتعامل مع الأعداد الصغيرة، نختزل هذا المقدار تبقى 22 على 3. هذا من جهة. وهنا ماذا أفعل؟ أستطيع الاختزال 3 مع 3، ولكنها غير مفيدة هنا، بما أنني لاحظت وجود 3 هنا أترك 3 في المقام، وهذه 3 على 1، أكان 3 على 1 هنا، أكان 3 على 1، البسط في البسط والمقام في المقام تكون 21 على 3، 22 على 3 ناقص 21 على 3، البسط ناقص البسط الكل على 3 وتساوي 1 على 3. 1 على 3 هو المقدار الذي طلب منا. بهذا نكون قد انتهينا من التمرين. إذا جواب التمرين هو هذا. هذا هو حل التمرين.